السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد البسطلات صغيرين، اللي بغى يديرهم كبيره يديرهم، وان شاء الله غادي نقدم لكم حتى الكبيره واحد الوقت المهم ديال المناسبات الكبار. المهم غادي نبداو ان شاء الله وبسم الله. اللي غادي نحتاجو واحد عندي 5 د الفخاد، الوزن ديال الدجاجه كبيره، عندي البصله واحد 3 د البصلات كبيبرين، اللي عنده على حسب اللي موجود عندك، يا اما البصله حمراء يا اما البيضاء اللي موجود عندي. ربحه ديال اللوز اللي سلقاها ومنشفاها وحتى نشفات، من بعد غادي نقليه. عندي واحد 5 ديال البيضات، عندي القزبور واحد المعلقه كبيره، ما ديروش بزاف، عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس، وعندي معلقه صغيره مع مرش ديال القرفه، وعندي الملون الصناعي، وعندي الزعفران والملحه والابزار، وهذه الورقه اللي انا شريتها جاهزه، ما صوبتها شيء انا، لان اللي بغى يصوبها راه عندي في الرابط بسطيله كيف الورقه البسطيله كيفاش كنصوبها، هي كتجي هائله. وعلى الفكره ديال اليوم غادي نقول لكم حاجه، وان شاء الله غادي نبداو على مشيئه الله. بسم الله، غادي ناخذ طنجره اللي غادي نضيف فيها الدجاج، من بعد غادي نشحرو قدامكم. هاد البصله غادي نمشي دابا انا غادي نشلضها في الماكينه، وغتلق هاد النوع هذا غادي نقليه، من بعد ما غادي نقليه وغادي نهرمشو بالماكينه حتى هو. وهاد البيض هذا اللي غادي نخليه خضر، لان هو اللي غادي نضيفوه مع هاد الدجاج اللي من بعد ما غادي يطيب مع البصله اللي غادي نخلطوه معاه، كذلك هاد القزبر والمعدنوس هذا. ودابا غادي نرجع لكم وغادي نبدا معكم. بسم الله، غادي نبداو. هذيك البصله هاني شلطتها هنايا، غادي نضيف لها هذوك الدجاج، هذه ما غاديش نحتاجو نديرو لها نشحرو ليها، نضيف الزعفران، سكينجبير، الملحه، الابزار، القرفه غادي نخليها من بعد، غادي نشحر شي شويه هادشي، غادي نضيف واحد الكاس الماء، غادي نخلي هادشي مزيان يتشحر، ومن بعد غادي نرجع لكم بعد ما غادي نكون درت هنايا المقله، باش غادي نحمر قدامي. دائما الزيت حيت ما غنقليو اللوز نديروه بارد، باش اللوز كيطيب لنا من الداخل. دابا غادي نخليوه هكذا حتى يتقلى لنا غير على معافيه مهيله، وحنا كنحركو فيه حتى كيقبض اللون ديالو. ها هي ديال الطنجره كتبدا تتهز الغليه ديالها. دابا غادي نخلي الدجاج يتشحر مزيان، من بعد ما غادي يتشحر غادي نضيف له دابا الزيت، كاس الا ربع الزيت ما ذكرتها لكمش في الاول، كاس الا ربع ديال الزيت روميه. دابا غادي نخليهم كيتشحروا ونرجع لكم. صافي، هنا من بعد ما شدات الغليه عندي الدجاج، رميت ديك معلقه ديال القزبور ومعلقه ديال المعدنوس، ما تكثروش منه باش ما تجيش لكم العطريه كحله، لاصوص من الداخل ديال الدجاج بسطيله تكون كحله. دابا غادي نخلي هادشي كيطيب مزيان حتى يطيب لنا الدجاج وطيب لنا هاد لاصوص وهاد البصله. داك الساعات غادي نرجع لكم غادي نقطع عليه. دابا هذا النوا ها نتوما شفتو مخلل عليه كيطيب على المهل. نبقاو معاه في التحراك ما نغفلوش عليه يوجدنا. من بعد حيت غادي يوجدو غادي نديرو فواحد الشبيكه ولا شي بابير اللي غادي كاغيط نشاف اللي غادي نزلو فوق منه باش ينشف من الزيت، ومن بعد غادي نطحنو ونرجع لكم. صافي، هنا ها هو دا الدجاج طاب، دابا غادي نهزو
صافي هنايا ها هو دا، صافي ها هو دا هنايا الدجاج عندي طاب، غادي نهزو باش غادي يبرد ان شاء الله، وغادي نفرتو ونزيد كل غير اللحيمه ديالو. دابا هاد البصله هادي اللي بقات لينا، ها نتوما كتشوفوا البصله هادي اللي بقات، دابا غادي نفقي ديك البيض وغادي نطربو واحد جوج طريبات ونخوي عليها ونبدا كنحرك بقوية سخونه بالزربه. دابا غادي نضيف هاد البيض، هذا ها هو ده هرستو في زلافه، غادي نخوي في دقه واحده ونحرك. لان هذا البيض هذا هو العقده اللي كتكون العماره اللي كتكون قاطه راسها، كنحركو غير بشويه مره مره حتى كيطيب لنا داك البيض اللي غادي يجمع لنا ديك البصله. دابا غادي نضيف سنيده القياس اللي بغيتوها حلوه بزاف، انا غادي نضيف واحد 3 المعالق ولا جوج ونص، والقرفه، وغادي نخلط عاوتاني كذلك هادشي. ها نتوما شفتوا كيف كتجمع، صافي. دابا هادي ها هي دي وجدات، غادي نديرها في واحد الشبكه اللي غادي يستقطر منها داك الماء باش ما تقطع لناش الورقه. دابا غادي نمشي اللوز اللي حمرت، انا غادي ندير له مره السكر باش يدخل فيه. تنقول لكم دائما الناس اللي ما تيقدوش على الحلاوه ينقصوا من الحلاوه، انا كندير القياس ديال عيني ميزاني ديال هذا، وغادي ندير حتى القرفه. سامحوني غادي ندير حتى القرفه. ها انتم شفتوا ديك البصله اللي درت معها البيض، ها اللي درتها في الشبكه، ها هي تستقطرات، ها هي اللي دام يهبط منها، اللي دام اللي زال منها تتستقطر مزيان تتبرد هاد العناصر هادي كامله، عاد غادي ندورو باش نعمرو بها الورقه. وهذا اللوز طحنتو مع اللي طحنتو مع القرفه والسكر، ها اللي موجده. دابا هاد الدجاج هذا ذولت له الجلده، دابا غادي نمشي نتفوه باش يبقاو غير العظام معنا ما نديرو بهم، ومن بعد غادي نرجع لكم باش نشوفو التعميره. صافي ان شاء الله بسم الله غادي نبداو، غادي نقبطو الورقه، غادي ندوبو الزبده، غادي ندهنوها مزيان، من بعد بحال اللي كنتخطخوها بالزبده. هكذا غادي ناخذ الدجاج، ناخذ التميره غادي نضيفوها هكذا، كاين على حسب كل واحد كي كيبغي يفرقها، كاين اللي كيبدا بهادي. غندير لكم على جميع الاشكال. غادي نقبطو الدجاج اللي غادي نفرشوه هنايا، صافي هكذا. كناخدو هذاك اللوز اللي صوبنا، صافي هذه هي الطريقه ديالها، غادي نقطو غادي نديرو لها هكذا، ضروري حتى هي غادي نفزقوها ومن بعد نديرو لها هكذا. المهم حنا غادي وحنا كان كاين اللي كيبغي يصوبها بزليفات او لا طبيصلات ديالهم اللي خاصين بهم هذا، وهذه هكذا كنجيبوها. غادي نجيب الثانيه، ورقه ثانيه هانتوما شفتوا التعميره، غادي نولي نفرشها، غادي ندهن كذلك الزبده.
غادي نولي نضيفها كذلك على هذا القنت ونولي ونجمعوها هكذا. صافي، دابا هادو طويات غادي نحاولوا اننا غادي نسقيوهم بالزبده مزيان طويات. هذه الطريقه اللي كندير انا باش كتجيني سهله، انا غير وريتكم بالنسبه للمبتدئين. دابا هذه هكذا كنقطوها ونحطوها بلاطو اللي غادي يدخل عندنا هكذا. غادي ننزلوها فشي قطار وغادي نخليوهم هكذا. ندير لكم ثانيه باش تزيدوا تركزوا. هذه اللي قلت لكم غادي يمكن لكم تسبقوا الدجاج من فوقه سميرة على حسب كيف ما بغى الانسان. ومن بعد غادي يضيف اللوز. صافي، وكنجمعوا هذا الشيء هانتوما كيف كتشوفوا. هي انتوما غاديين وانتوما كطويو هكذا حتى كنجمعوها هكذا. ومن بعد غادي نسقيها. هادو بالنسبه اللي بغى يحتفظ فيهم بالمجمد ويدخلهم، كاينين واحد الطبيصلات سبيسيال ديالهم اللي كيكونوا ديال الومنيوم، تحطوهم فيهم نيشان. انا ما متوفرينش عندي، ولكن الا طحت فيهم غادي نوريهم لكم ان شاء الله شي مره في الكاميرا ولا الفيديو. باش تشوفوهم كيفاش ديروا تحتفظوا فيهم بالمجمد. دابا غادي نحط هذه كذلك نقلبها. غادي نضيف ثانيه هكذا. هادو الا بغيتوا تحتفظوا فيهم بالمجمد غادي تثقبوهم بشي فنيته ولا بشي كيردون ولا شي عويد. علاش؟ لانكم باش الا بغيتوا تجبدوهم من تدخلوهم مباشره يكونوا باردين الفرن ما غاديش يتحلوا لكم ولا يطرطق لكم الورقه، غادي يجيو طايبين مزيانين. هذه هي البسطيله ديالنا اللي حضرت لكم اليوم، ان شاء الله غادي تعجبكم وتقدموها لفرديين المناسبات ديالكم. هانتوما هذه اللي عندها العماره من التحت، وهذه اللي عندها العماره ديال الدجاج من التحت، وهذه اللي عندها العماره ديال الدجاج ديال الحشوه من التحت. جوج ديال الطرق مزيانين. دابا هذه هي الطريقه باش كنعمروا هاد البريوات ديالنا، كنتمنوا يعجبوكم. وغادي نتلاقى معكم مع الشكل النهائي، لانني غادي نديرهم انا براسي في المجمد. غادي نخدم وحده اللي غادي نحمرها لكم قدامكم باش تشوفوا النتيجه ديالها، ومن بعد غادي نلتحق بكم. واخا صافي، هكا كنثقبوهم لي كيردون وكنديروهم في البلاستيكه وكنلويهم هكذا وندخلهم للمجمد. صافي، هنايا من بعد ما كملتهم دابا راني تكيتهم تكيكه تكيكه باش ما يطرطقوا لي شيء العجينه. دابا غادي طربت بيضه غادي ندهنها بهم باش كتعطيهم ديك الحموريه ديالهم، وغادي ندفعهم للفران غادي يطيبوا على المهل. يكون عندكم الفران تيطيب من الفوق ومن التحت، ولا ما كانش هذا غيمكن لكم تقلبوهم. صافي، ومن ديك الساعات غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم بعد ما غادي يطيبوا. واللي بغات تدخلهم للمجمد هاني قلت لكم غادي تثقبوهم وغادي تدخلوهم للمجمد. انا غادي نوري لكم عندي اللي في المجمد كيفاش كيكونوا جايين. كديرهم في بلاستيكات اولا في الطبيصلات، واحد الطبيصلات راه تيكون عندهم خاصين بالبسيطلات، ديرهم في مره فيهم ونيشان المجمد، ونهار اللي كتحتاجوهم كتجبدوا ديك الطبيصلات اللي عندكم
اللي في المجمد وكتديروهم مباشره للفران اللي تيكون ساخن مع 200 الحراره، ومن بعد تنزلو لهم وتخليهم يطيبوا على المهل. ولكن ما تنساوش تقبو ما تقبوهمش، هذه ديما السر من الاسرار ديالي اللي كنعطيكم، لان بزاف ديال الناس اللي كيتشقوا لهم بستايلات وتيقولوا علاش، وتيطيحوا لهم بالطرف علاش المشكل، والمشكل هو هذا. دابا غادي نوريكم هذوك البسترات اللي في المجمد، هادو هما البسترات اللي عندي ديال في المجمد، كنديرهم هكذا هانتوما كتشوفوا، كنخرجهم من هاد البلاستيكه وكنديروهم مباشره في الفران، ما كنخليهمش يتسلقوا باش ما يرغنوش، لان داك الماء اللي فيهم الحراره والماء غادي يتفرقعوا. اللهم نخليهم هكا. دابا غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالكم من عندما غادي يطيبوا. صافي انا دابا دخلتهم الفران، هذا هو التحميره ديالهم اللي حمرتهم. غادي ناخذ دابا سكر كلاصي والقرفه اللي غادي نزين بهم هادشي. غادي ناخذ السكر حداو حتى نتوما راسكم بحال لي غفلتني يغفلني السكر. صافي دابا غادي ندوزو للزواق، غادي ناخدو هدا هي بالراس ديال صبعكم، غادي بحال لي كتبرمو هكدا كتكحزو يديكم باش هو لي كيعطيكم ديك الخط. هانتوما غادي نقبطو دابا في هادي، غادي نديرو جنب، هادو صوبتهم لكم في هاد المناسبة ديال عيد المولد النبوي. كل وحده درناها في الزويوقه، هادي نديروها غير عاديه. كنعطيكم هي الفكره ديال كيفاش تقطو تزوقو كل بسطيله، منوعين يكونوا. كاين اللي كيدير لهم النوا، ولكن اكثريه النوا كيتحتاج في البسطيلات الكبار. والناس اللي ما كيقدوش يقدروا يديروا هكذا، حتى هي تجيهم بسيطه. صافي هادو هما بعد ما كملناهم، دابا غادي نديرهم في مرحله التقديم. صافي هذا هي نهائيات ديال البسطيلات الصغار اللي ان شاء الله غادي نقدمهم لكم عاوتاني مره اخرى بسطيله كبيره، وغادي نزوقها لكم كيفاش كنقدموها. وانما انا دابا ما دايرهاش بزاف على ما درتلهاش شي تحضيرات خاصه، ولكن ان شاء الله الكبيره غادي نصوبها لكم بواحد الشكل. بعد ما شفنا الطريقه الاولى ديال البسطيلات المدورين اللي قدمت لكم، دابا هادو عندي كنت وجدتهم ودرتهم في المجمد باش تاخذوا الفكره على الورقه ديال البريوات انها كيمكن لها ديال الفيلو انها تدخل المجمد. بعد ما كنخرجوا من المجمد مده 10 ديال الدقائق على ما كيتفكوا لينا، تفكون بالخاطر غادي تستفون بلاطو وما مازالين قاصحين. هانتوما انا كنبرك عليهم انهم باردين وقاصحين. كنقبط الزبده كندوبها وكنقبطهم وكندهنهم مزيان من الفوق هكذا.
وغادي ندخلهم وهما مازالين فيهم الثلج، يعني ما تطلقوش. هادي خدوها فكره انهم ما خصهمش يتطلقوا، لا تطلقوا غتشق لكم الورقه كلها. البعض كيقولوا ان الورقه ديال الفيلو ما كتدخلش للمجمد، ولكن كتدخل هي المجمد، لكن تحترمي القوانين ديالها باش تعرفي كيفاش تتعاملي معها. يمكن ما كيديروها بطريقه في شكل باش ما كتصدق لهمش. كتذوبوا الزبده او الزيت على حسب اللي بغيتو نتوما. اصلا هما حنا ملوينهم بالزبده. دابا غادي نكملهم انا، وغادي ندخلهم على درجات الحراره 200 من الفوق ومن تحت، غادي يتحمروا وغادي يتطلقوا على خاطرهم غادي يطولوا لكم شي شويه في الفران، يعني عاد تيتطلق فيهم كلشي وكي يتحمروا الوجه اللون اللي بغيتو نتوما ذهبي. داك الساعات كنخرجهم ونخليهم يدفاو شي شويه ماشي سخان. غادي نرشو عليهم داك الساعات سكر كلاصي، وداك الساعات نزوقوهم بالقرفه. صافي دابا انا غادي ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو من بعد مع السكر كلاصي اللي غادي نزوقو به. بعد ما شفنا التلويه ديال البسطيلات الصغار المدورين، دابا غادي ندوزو الورقه اللي خبعت اللي كنت قلت لكم كتدار في الثلاجه عاديه وتكونوا لمدينها مزيان، يعني ما يدخلهاش الهواء، اللي خدمت لكم في الحلوه ديال الورقه الفيلو ديك التحليه. دابا هذه الورقه عندنا، غادي نقبضها غادي راه مطويه دابا على جوج، غادي نقبض وغادي نقطع القياس اللي بغيت، العرض اللي بغيت كبار ولا صغار. انا هذه نديرها بالطريقه، وضروري انكم تلويو، وهذه اللي كتخدموا بها ضروري حتى هي تكون مغطيه بشي تدخلها في شي بلاستيكه او لا تدخلوها فوق تغطوها بمنيدل. هذه غادي نديروها مثلثات، يعني مثلثين بريوات مثلثين. بالنسبه للحشوه، الحشوه اللي كي خدمتها قدامكم، هذيك اللي درتها في البسيطله درتها بالطبقات، يعني درت الدجاج ودرت اللوز ودرت القوام اللي صوت بالبيض. هذه قبضت العناصر كلها وخلطتها وبيديا كلشي خلطته، باش منين هذه ما يمكن للناس نستفوها، يعني غادي تجي ما بيناش، يعني هذه كتحط على وجهها، هذه كيمكن لك تهزها كيف ما بغيتي. هنا غادي نقبض الورقه، غادي نطويها هكذا باش تجينا. غادي نقبض هذاك ليدام اللي كنا خدينا من الشرموله اللي كنا وجدنا ديال الدجاج، وغادي ندهنو. ضروري اننا ندهنوها مزيان. غادي نقبطو واحد هكا تعميره، نحاولو نكحزوها الفوق باش نوريكم. غادي تقبطو هذا الراس هذا هكذا، نزيدو نعمروها شويه. غادي نقبطوها وغادي نديروها على هاد الجنب هذا في النص ديالها، من بعد دفعي لهاد البلاصه هادي، ومن بعد تقبضي هاد القنت هذا وتولي تقدي على هاد البلاصه هادي. الورقه اللي عندي كانت متقطعه على جوج، غادي نولي نهزها هكا، من بعد غادي نولي نجرها عندي هكا، وغادي نولي نديها على هاد الطرف ونبقى غدا وانا كنلوي هكذا هكذا هكذا. صافي، وهنا عندنا غادي نشدو بواحد شويه ديال الزبده هكذا، نردوها على هاد البلاصه هكا، كنكونوا كنحصلوا على مثلث. بغيتو تزيدوا لها باش تجيكم عامره مزيان بالورقه، تجيكم مقرمله، تقدو ديروها لها. انا نوريكم كيفاش. هنايا بغيتو تزيدوا لها الورقه هكا، وعاوتاني هكذا، وانتم غاديين. الناس اللي ما تيعرفوش يلويو البريوات
هنا كنظن بركه عليها ما خصهاش بزاف. صافي وكنقلبوا عليها ها الطرف هادي هكا هكا كنحصلوا على هاد البريوات هادو اللي كيجاوا بحال الواله ودخلتهم المجمد. كنتو محتاجينهم غتخدموهم ديك الساعات كدهنوهم بالزبده وتدخلوهم الفران يتحمروا. كنتو ما محتاجينهمش وبغيتو عندكم زايد بزاف غادي ديروهم في المجمد كي قلت لكم، وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالهم. نزيد قدامكم واحده اخرى باش تركزوا. كي قلت لكم والا بغيتو ديروا جوج ورقات انكم ديروهم مدهونين على جوج الجهات. مثلا هذه دهناها بليدام ديال التعميره، غادي نجيبو الورقه الثانيه ونحطوها فوق منها. هي صعيبه شي شويه هاد الورقه ديال الفيلو انها كتقطع دغيا، تتهزوها غير بريوس صبعانكم. صافي غادي نقبضو هادشي، راه فيه اللوز فيه كلشي مخلط. صافي كنقلبو هكذا شو على هاد البلاصه هكذا، وحنا كنزيرو يدينا باش كتعطينا داك الفورمه ديال البريوات. صافي هنايا حنا كي قلنا لكم كملنا. صافي كنقلبوا عليها هاد الطرف هذا. وهذا مكان ان شاء الله نتلاقاو مع الوصفه كيف جات في الاخر. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران هادو ديال المجمد، بالنسبه اللي من غير المجمد انا مازال خدامه فيهم، غادي نستفهم عاوتاني نهز هادو وغادي نستف الاخرين العاديين، وغادي نوري لكم اللي كيكونوا في المجمد واللي كيكونوا عاديين. هادو دابا اللي من غير المجمد غادي دهنتهم بالزبده، غادي ندفعهم دابا الفران دائما على درجه الحراره 180 حتى 200 من الفوق ومن التحت، غيتحمروا ما كيطولوش. هادو حتى هما ديال المجمد ما طولوليش لان الفران كان سبق مسخناه، ما تعطلوليش، داروا واحد 10 دقائق وصافي كانوا واجدين. دابا غادي ندفعهم. ها نتوما شفتوا الثانيين كيجي الفرق ما باين شي بحال لا في التحميره ولا في كل شيء. دابا نتلاقاو مع الطبق النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات بعد ما كملتهم، كيجيو رائعين. وبالنسبه للتبصيل الكبير الا كانت المناسبات راه كيتقدموا في تبصيل كبير، وبالنسبه الا كانت عندكم عشيه ولا شي حاجه كتقدموهم في تبصيل صغار يعني مع الضيوف ديالكم. وكاين نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. وها نتوما الفكره ديال الورقه ديال الفيلو ان خصكم تاخذوها بريوس صبعانكم، ديك الشيء نتوما ما تهرسوهاش، نتوما ما تهلكوهاش، نتوما ما نتوما تحاولوا انكم تمشيو معها غير بالعقل وغادي تجيكم في الشهوه. وما تنساوش لي كومونتير. وهذا الفيديو هذا كنتمنى انكم توصلوه حتى هو الالاف ديال لي جيم، وكنشكركم على المتابعه وكنشكركم على لي كومونتير، وكنقول لكم فرجه ممتعه بالنسبه للفيديو كي قلت لكم ملصق ومشارك مع هذا الفيديو هذا الثاني نفس الطريقه غير مختلفه في هذا الشيء. وغادي يجي واحد الوقت ان شاء الله باش غادي نوري لكم الكبيره كيفاش كدار التلوه، وعاودين نجدد معكم كل شيء باش نوليو نفكر نعيدوا الفيديو. وان شاء الله راه كي قلت لكم راه عندي حتى البسطيله ديال الحوت الكاريه اللي كانت نزلت اول مره على اليوتيوب، كانت نزلت الكاريه درتها انا. وبالنسبه لهاد ديال الحوت غادي نديرهم لكم حتى هما صغيورين. وشكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش لي جيم ولي كومونتير. باي باي.